أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس 24 من دروس فقه الأسرة تحت عنوان معالم في طريق السعادة الزوجية. معالم معنى لي روبير ذو كفريد من السعادة الزوجية لا في كونجيكال يكي مذانن. أما كان دنم سيد الدرس مزوارو ينخدم في فقه الأسرة نناد يكو مذان يبغى ذي جوج يتسيريم لهنا يبغى لهنا يبغى السعادة ثقي ذيون الأمل يقسعى يكو مذان راي جوجن. أما ذا رقزة ما تمطوث ثمطوث بخان بافاس استقرار جوج غاده النيغ أرقاز إلا سيني باتير ديكوتي تقلق وكذا سيقرار جوج غاده النيغ. بون لهنا ذيون سي المقاصد الحياة الزوجية وسورتو ربنا هد قواليس في سورة الروم الآية 21 يندوى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أي غر لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ألور لا يجدنا رب سبحانه يفقنا غيد مقاصد الحياة الزوجية ذي لهنا ذي السعادة ذي الراحة إلى آخره صافي سي بور سا دناول الموضوع بس في سناث أمذان ما إلا مستقر ستابل ذي الحياة الزوجية بلا شك سوف يكون أكثر عطاء وإنتاجا في المجالات الأخرى. بمعنى أمذان ما إلا يهنا الخامس ستابل أكون دا يخدمان دا نظن تفضل ينتج يسأل فروي يسأل فايدة. أما التجارة ما يخدم تجارة تفضينا ذكو خامسة يخدم تجارة سلا فورس القوينس خطر راه مستقر ستابل هذه يخدم الشركة ناس هذه يخدم التجارة ناس هذه سافر وهذه يخمم مليح ينتج الأفكار النافعة لزيدي التي ينفع ذي تجارة ناس على خطر يسعى لي يرجي ساري خمم. ولكن والعياذ بالله ما الا يسعى شو هورن دوك خميس يتمحن يتقلق دائما ذي الميزيريا دوك خميس الله غالب لينيرجي نس يفكت كان يخام يثم الطوثني ناس المشاكل يتراجون وهورن يتراجون المحن يتراجون ما يكونش مرتاح ويخدم تجاره يسمليح ما لا يقار كيف كيف يقارن غير صغار سي لا ميم شوز لا شوف العقل راه يغرن نغرى الصغرى ما دام العقل يسور مرتاح راه اثن مقلق يشدد توجور مربوط بالمشاكل الزوجيه. الور ثاني مساله مهمه ميم حتى خشوعنا صلاتنا عبادتنا ذا تزرم الامور مترابطه اتدين الله اكبر باش تزلط دماغك هذه برونشي غير المشاكل بخام سورتو ذي لا في كونجيكال سورتو ذي الحياه الزوجيه تزرم مره النبي صلى الله عليه وسلم مثل دي شقع ربي ذا الرسول المقلة في حالة استقرار. العلماء يكون كذب عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنك ربي قبل أن يرسل النبي محمد رسولا للبشرية هيأ الله له الزوجة الصالحة والاستقرار في الحياة الزوجية إلا ألاز مستقر لا بروف زرام يمقروها الغار حراء يرسل فلس جبريل عليه السلام تزرم الحوار قدر يرسل يرسل يقرا ان يسمى انا بقارئ ورغري غرا جبا سيقار غر انت سيقار وغري غرا ام بعد الناس اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم يغال سخاميس اسيقار زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي غمثي غمثي وقدر في منيو ثركفي ثولة صمات. أن بعد ناس خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين كلا والله لا يخزيك الله أبدا حتى في مجال النبوة والرسالة ذقين يعني الرسالة إذا أسينك ربي سبحانه ذنسيف كالقوة ذنسيف كالقوة هذا الصح ولكن أمذن يحوج القوة سيثوى شولتيس القوة سي الزوجين سورتو الزوجة الحياة الزوجية ثنيس كلا والله لا يخزيك الله أبدا من بعد ثنيس ربي جمك يجري فرذان
جما كيضيع سيدي ربي في كاسد لي زارغيمون بوركوا 2-9 الفقراء والمساكين السفغ وقال ذي الطيق غلوساع تكسب المعدوم وتقرئ الضيف بس دا كل حسناتك خدم في الناس المحال ربك يضيع ما دام تخدم لصلاح المي الور في هذه النغال اذا فهمت هذه المقدمه بلي الحياه الزوجيه المستقره الا نستابل اذا تساتيك تساوين امذان باش ينتج يبدع يعطي شغل التجراني دي تساكن لي فروي دي تساكن الغلاف اذا ما دام الامر كذلك والايه غير دنيا ثورا ان ربي سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية من آيات الله عز وجل مري وبنادم في حياة مستقرة ويحقق الأهداف لي زوبجيكتيف ديوسان في الآياجي ومثلا لكن ذايث مثلا خمسة لي روبير سانك روبير خمسة ذيم قرآن من بعد لا تلي ديتاي هو هرب باش نسمح سم مره اما ذو قادي جوجين اما ذو قادي نجويجارا حتى وقادي نجويجارا حوايج هذه السين لي روبيراكي في قال لك دينا غيثمثل هي ثمره دراسات سوسيولوجيه ونفسيه علميه زمراف دايرين بوال لو رومد اسونسيال طبق الشريعه وفرات يكفى الدرس داين ولكن العلماء الباحثون خدم نديرو شيرش خدم ندير ريشيرش سوفغنا غد النتائج قوما المثوره سوفغنا غد دواوين سوفغنا غد لي روبير معالم في طريق الحياه الزوجيه السعيده باش مذان ذينا اما ذوين يجوجن الا وان دايس على المشاكل هذه السمح ان شاء الله ومن بعد نفتح مجال المناقشه اما ذوين الا سيليباتير راني سراج وما سينيا ديال سويون واس اذ جوجغ الور قرنك حسن الانتهاء من حسن الابتداء إزمرة كيليون نو كي نحوج الشريعة وخلاص ولكن سمحي الشريعة هذا شو غدنا القرآن الكريم إن فاسأل به خبيرا سقسين ليكسبير نغلي زيكسبير في الناد الآية ثايض ولا ينبئك مثل خبير ولا شو راك ديفكان الخبار يقرزن ينكمالن يصحان أم ليكسبير ان اكسبير يناد ربي فاسالوا اهل الذكر اهل الذكر ماشي اهل الشريعه دائما لا لا اهل الشريعه في مجال تخصصهم كل في ميدانه ام كليون ذي الحرفاس اهل الذكر عند المفسرين المعناس اهل الشان اهل التخصص لي روبيراكي نجبد الفكره وندي لا كونكلوزيون لا سينتيز عدة دراسات أكثر من 55 دراسة سوسيولوجية نفسية يعني المختصين أكون تفكير ذي الرجيم بساك ألور الآية النتيد سورة الروم أي 21 ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لعلامات لمعالم لآيات لقوم يتفكرون المعلمة أمزوارو أولا تلبية الاحتياجات المتبادلة الضرورية للزوجين الاحتياجات ثقين لو بروميو روبير دوا أي ثمثم يون ما يحوج الهوى يضاق لك النفس محتي بعيدا ما قال هي هالشن زازماتيك مسكين يقفرك اني يحوج الهوى لو كان استفقد القوت اخيني الا استفقد ما اخيني الا مسكين يطقف يقفر يحوج الهوى الهوى ذن سيد الاحتياج الاساس وبالنسبه لعناصر الحياه يحتل المرتبه الاولى الهوى الماء الغذاء الكساء الايواء يعني السكن وهكذا هذا الترتيب ترتيب أولوي ميم الأسرة الحياة الزوجية أرقات مطوث باش هذه فيتينا شو نهضر درسني عدان لو ديفورس بجميع أنواعه غير حيل رابطة الزوجية بجميع أنواعها والوقاية خير من العلاج أكي قارن الوقاية
خير من العلاج. يقول ما يحرز إيمانيس، يحذر إيمانيس خير ما إلا يضيع إيمانيس من بعد ذي يهلك من بعد ذي ذاوي. الدواء غطاسي ومصروف حوايج، حوايج الوقت، من بعد العلاج حوايج لا كونفاليسونس، يعني مرحلة النقاهة أطاس وسيريسكي بعد ذلك بالك الصحايس وسدتو غلارة كاملة. ألور المعلمة مزيوري سميس تلبية الاحتياجات الضرورية. ذا شو يحوج ورقاز، ذا شو يحوج نطوف. باختصار حوج سبعة الاحتياجات يوثيوث. الاحتياج مزوارو الثقة المتبادلة ونبذ الشكوك. البرمي بيلي فرث هنوث وشولت، يعني فلاباز سوليد ذا شوث الثقة، لا كونفيونس، لا كونفيونس تم زواروث. الثقة المتبادلة ستدير ارجاز الى قاذي سعو الثقة غادي ثمطوثيس، ثمطوثيس الى قد سعو الثقة ذو قرقازيس. ابن القيم وغيره في كان خيرا دواوي ذو العجب بارمي دواوي ذو كان الشكوك كي انيك تجنب التحقق. اما تشيم كل مرة يخدم لونكات يتشورد لي زونكات يفتح لونكات ما يفاد التقيل دي هذه يفتح الدوسي لونكات. ما إلا أي نظرا لونكات 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 قالوا رئيس مثلا وقيت ذنسيق تهدو نخم بالدرجة الأولى. سي بور سا العلماء ذا شو دنان حتى العلماء الغربيين سعيدة قد دراسات أمريكية إنجليزية فرنسية ورسين ربي سبحانه ورسين الإسلام ورسين القرآن ولا السنة، ولكن ذي مسناون استخدام لا قل بضمر النتيجة الثقة لا كونفيونس. أرجز مرد يوي ثم طوث ذي ساعة الثقة ذيك ساعة الثقة الكلام موجه للطرفين يورجز ثم طوث ونبذ الشكوك. هذا صافي الاحتياج مزوارو يحواج ورقاز تحواج ثمطو الثقة ذنتاتي ذي الساس فارث بنو لا في كونجيكالي يرو ورقاز ثمطو. الاحتياج ويسين حواج انتيسين ذا شوث الاهتمام والرعاية. الاهتمام والرعاية سيتادير ارقاز الى يهتم بزوجته أسيف كزال ذي ولا شو حواج يهتم بها يرعاها كذلك كذا سيرس بروك مي من تساف أترف ذا رقازي ستولي ذا شو يفغى تهتم به أستفك القيمة أتولي الألم مثلا يهلك يهلك إلا خت تألم معاه ما تشم المي يهلك أستني برق روكا يا مخلوقة إن كان روحات صغشيني عيوز إلا قد فك شوية للسيني دوفي سبحان الله تتألم معاه نفكاد درسني عدنا شو دين في صاص مطمطوثني ومي فكال بوشة راني ستكش من الجنث إذا ثمطوثي كيف كيف أكتيني يا يرقى السيقس فرحي الحمد لله أقلي هون سنت تقشيش ثروي في اللام تقشيش لا شاديني إما شاديني بابا مقل كانت وراه طبعا وقيد الجهل نفكاد درسني عدان نفكاد دي سيني في النقطة ياجي هذا جهل مركب ألور وقيثي السنة ثلاثة مثل الاهتمام والرعاية. الاحتياج ثلاثة التقدير والاحترام. التقدير والاحترام القدرة يثمثني لها دي فوا لي جوناكي اتفضم طوث تسخسر اولي ورقازي سنا الكونترير زعما ذا قصر اسخسرني مسلين حاشكم حاجة قبركم لا لا الى قضية القدر الى قضية الاحترام غاس ترفو في الناس غادي يرفو في الناس صاري سي نورمال بلا شك اثيرين المشاكل الزوجية سير ولكن يثمثني الاحترام. الاختلافات الزوجيه كما الاختلافات بيناتنا هضرت مرارا في فقه الدعوه يمدنا ايمان مخلف في ورثه الدعوه مشان نخدم انا ميروي لا لا لو مينيموم الى القدر الى القدر الاحترام غصن مخلف با دو بروبليم انا مخلف ولكن المحطة اذا قضي الاحترام يرانغ لو ريسبي الى قضي لي يرانغ التقدير والاحترام مظهر من مظاهر الاسلام الصحيح ومظهر من مظاهر التحضر. اسمح لي اما ذي ونسي قارن سياغ الاسلام سياغ الدين سياغ ترافكا نغا ديني كيني سيفيليزيغ لو سيفيزم ذوا القدر بالك سي ونقالي فانا فرنسا انا كذا اشيني ستان بليزير اخويا ساعة القدر
نكوني ولا ما تفضلش القدر ذا يمكن ذا هدو العلاقات الأسرية العلاقات الاجتماعية ذا شو انتي تهدو مولاش القدر مولاش الاحترام أما ذي ثواشول أما ذي الجامع أما ذي الكارتين أما ذي ثدر أما ذي ثمذينت إلى قذيل الاحترام الاحترام المتبادل والتقدير ثقيل الاحتياج بارس كلش وراكي كو حواج غارة نحواجاكو الاحترام نحواجاكو القدر ماشي يا أرقز سي قاف مطوثيس قادري انسو سي تقدرارا نو كيف كيف ثقيل سي ثلاثة صربعة يحتاجو صربعة الفهم ما شو المعنى يس الفهم يزمر ورقز إذا هدرت مطوثيس جامع تفهم جامية تفهم جامية سيي باش تفهم ايش تقرر يرقز يهوايك كان مقل كم يشتغل يشترزق ولا بيتي أكثني هو يحكي أهضر ناقيم ليلة محمد رسول الله دايم أشياء عرقوا نور كونترير ثم تطيك تفاهد تفهم أشياء تسعى اهتمامات تسعى مشاعر تسعى مشاكل تسعى كشي سنضيه هو يمكن أهضر الحيض أهضر أهضر الفهم إلى قليل مستوى من الفهم وكي ما يتحققش من اليوم الاول لا زرما يغار خاطر مخالف انت البيئات نتساتو سلسيثا دار فيك شد ميس انت مدينت الى قات زر بيث مخالف وروا تحسب من العلاقه اذا مزورتك اني العلاقه الرومانسيه اني فينا فينا والو فينا الكذب فينا فيها والو الصحابر الحياه الزوجيه لكن دينا كما ثنا وصلنا قصي كريم انك الحلايا الافو ولا ما خدم الخضوب كان غرا الفاتحه تسمليلين الساعه دي كوكور نغ الساعه دي سمان زينا كل يونا ديف كن لا فيتريني كرزن بايض اديف كن لي بيان لي بوان فور صحا كل ديفانارا مي من بعد الحياه الزوجيه اش 24 24 ساعه تعيش كيف كيف 168 ساعه دي سمان 7860 نساعة ذوك سقاس دبارة قروه الله رضا كيما شي شوية البيئات مخلفة انت شيني سيثا دارت نتا سيث مذيت نغ الكونترار شيني بالك تساعد يوث البيئة البيئة الثقافية واحد انت تمخلف كش تغر دي الخارج انت تغر دي ثمورت الزاير تمخلف من العقلية تمخلف من الطبيعة تمخلف من بزاف أمور أدور الفهماجية دياس بالتدرج شوية شوية هذا تيس أربعة تيس خمسة الإقرار والاعتراف بالجميل قرنك الاعتراف سيد الأدلة قرن قبيلة من يشتحلو ذرغال قرن ولي المعنى إما إلا شد خدم ظلا جف على جال خام على جال تمطوثيك على جال والدينيس أسن تقدر تحتار مطان مرحبا يسوان تخدم الواجبيك ما شاء الله أين مزمرض ميثم طوثيك جامك ثيني أعطيك الصحة نعترف استعرف بلك شيني بيان أشكيك شيني تقرزل ذرقز قدوة والو النغل كونتر يا رضا أنت مسكين تخدم العجب ثرف ذيك شيني أما ذروي أما ذي نفقوني أما ذي مولاني تخدم كل شيء ولكن شيني ولاش اعطيك من الصحة انا بالسيف لا ما والسيضرة المزية ثقي من علامات التخلف ايث مثلا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دينا من لا يشكر الناس لا يشكر الله الله رأي لقى نحمد لقى نشكر خطر يغرى نشتاق ذيني قرزم ذيني تسكن فوذي ومذان ذيني تسكن القوة ومذان اما ذا القزة ما تمطوث الله نكوني ربما سمحتين نورثت بعض طبيعات أشيني ثم الطوثات تنسي وتشكر أما تشكر تثروي يولا قي صحة في الدليل ما شيء دين جاتي دي مزورة هذا الصح إلا وين تجاني مزورة يقرز إلا وين تجاني مزورة يغلاظ صافي هلا نكون المرجع نغض النصوص ظلم حتى العادة والأعراف من ناحية الشرعية نعتمد عليها عند غياب النص عند غياب النص النص الشرعي وثاني ديني الآية دي سورة البقرة الآية 237 237 شو دينا ربي سبحانه يناد ولا تنسوا الفضل بينكم آية قرآنية هذه شرحية أورث ثوران الفضل كوني شركين أرجع زورث الفضل أنت مطوثيس ثم طوثيس أورث
شفتم الفضل ببرغازيس، ولا تنسوا الفضل بينكم، آية محكمة في كتاب الله العزيز. في ستة التشجيع، يتمشى في رويس خمسة ولكن ذوايض التشجيع قيد لانكوراجمون. زر كان أقشيش ناثقشيش في قرن ديلي كل ما يبدل نوتي قرزنس فكين انكوراجمون فيليسيتاسيون ذين شكرا ذين تشجيعا تشجيع الور تشجيع ذين تسان اكتكنا فوذي ومذان الإقرار واحد استعترف سيضا ما دامو لها استعرف ناكتين لها استعرف سوين تخدم إلا وين تشجيع سين بارك الله فيك ماذا بك أكثر ارنو القدام أفري ذا قيد أفري ذي قرزن بارك الله فيك أعطيك الصحة أعطيك الصحة. تولي هذه المصطلحات متبادلة بينكما التشجيع. هو ربي سبحانه باش نخدم العباده يشجعنا صير الغدا يخدم التشجيع يخدم الاغراء في الحسنات. ما دين صلاه الجماعه 27 حسنه، ما دينوني روح للجامعه زرب كل خطوه ترفع حسنه ودرجه وحده وخطوه اخرى تحط سيئه. ثقي تشجيع من الله عز وجل، تشجيع باش مذان وري في الشلاله توجور هذه كمل اجور داخل الاستاد من لي سبيكتاتور يتشجعنا ديرنوا هذه إما تهدون ويكمل راه وتكمل راه نحوجك المال لا تشجيع قرنك أول ذي ذم أولاقي يتأثر بالتشجيعات. هذا إذ مثلا صافي لو بروميي روبير ذوا أولا نفكاد سبعة الاحتياجات.